كشف تقرير الهيئة العامة للإحصاء انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية خلال الربع الأول 2018. أرجع التقرير هذا الانخفاض إلى تراجع نسب القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر مثل القطاع السكني وأيضا القطاع التجاري وأيضا الزراعي. يذكر أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات يهدف إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية مميزة لقياس أداء السوق العقارية بالمملكة وسد ثغرة البيانات في هذا القطاع. هذا الموضوع إذا تكلمت فيه بيزعلون عليك الاقتصاديين، وإذا تكلمت فيه أيضا بيزعلون عليك العقاريين، لكن احنا معتمدين على لغة الأرقام اللي هي لغة لا تكذب. في فترة من الفترات كانت مؤشرات وزارة العدل تزعل كثير تجار العقار، فاحنا اليوم جايبين الأستاذ عبد الحميد العمري الكاتب الاقتصادي. حياك الله أستاذ عبد الحميد. زعلتم اكثر. احنا نجيب الارقام. اهلا وسهلا. يعطيك العافيه والله يقويك. يشرفني وجودي معكم، وان شاء الله تكون حلقه مفيده ومفيده للجميع باذن الله. الشرف لي، وايضا معنا ايضا المهتم بقضايا الاسكان واللي ايضا ممكن يزعل ناس كثير بعد، استاذ عادل تواجي. حياك الله استاذ عادل. حياك الله، اهلا وسهلا، واحب امسي عليك بالخير وعلى الساده المشاهدين والمشاهدات. احنا نتابع كثير الكلام اللي يطلع كل فتره، ونتابع ايضا ردود الافعال اللي تجي انه والله العقار هذا ما راح ينخفض، مع انه سنه كونيه انه في اي سلعه تطلع وتنزل، السيارات يعني ليش حلال انها تنزل السيارات وحلال انها ينزل كثير من السلع، لكن العقار لا يمكن ينزل. ايش رايك في هالكلام؟ طبعا اضافه انه في صح انه في ناس بيزعلون، لكن هذول الاقل القله، لكن الغالبيه من افراد المجتمع لا بيفرحون لما تكون فيه انخفاضات. أيه؟ وانخفاضات يعني تخدمهم في عدد من النواحي، خاصة موضوع تملك السكن اللي هو اليوم يمثل التحدي الأكبر لميزانية أي أسرة. طبعا البيانات اللي كانت تصدر عن وزارة العدل، لو نرجع وراء إلى النصف الثاني 2014، قبل هذا التاريخ لم يكن هناك أي مصدر رسمي لوجود بيانات عن سوق العقار. المصدر كان فقط الصفحات اللي يروج لها العقاريين في الصحف المحلية ومدفوعة الثمن الصحفيين اللي كانوا يقومون فيها، وكانت هذه هي المسألة. بعد ما صدرت البيانات بشكل وتطورت، يعني ترى الدور اللي قطعته وزارة العدل في نشر بيانات سوق العقار وتطويره وصل إلى يعني إلى مستوى ملفت، لدرجة أنه الأمم المتحدة منحت جائزة مهمة جدا لوزارة العدل في شفافية هالمعلومات. وبالتالي صبر لا، الحين وزارة العدل، أنت كلامك هذا أنه وزارة العدل انها كانت مميزه في انها تطلع المؤشرات، ما العقاريين كانوا يكذبون المؤشرات هذه، يقول لك انها مي صحيحه وما هي. شوف العقاري يعني بدون ما نعمم، لكن العقاري راعي المصلحه، واحد راعي يبيع ارضه ويبيع عقار، لا يمكن يرخصها مهما كانت الظروف. ولا يعني لو تقول البترول ترى صار صفر، النمو الاقتصادي ناقص 15، السيوله ما عاد فيه، ما هالكلام ذا لا يعنيه ولا يمكن يعترف فيه. هو عنده شيء يبغى يبيعه ويبغى يربح، لا يعني حتى كثير من العقاريين اللي مارسوا كثير من السلوكيات اللي ضرت البلد وضرت الاقتصاد وضرت المجتمع. لا تاكل ولا تشرب، لا هذا الكلام هذا انتهى زمانه، وهذا الكلام يعني حديث فيه طويل. واليوم لو تشوف يمكن اهم حدث اليوم اللي هو مثلا ارتفاع اسعار البترول باكثر من 33% من بدايه سبتمبر اللي راح، اليوم قاعدين يطقون طبول ارفع الاسعار. يا هذا اي بس هذا فاهم غلط. هذا اللي انا اقوله، انه يوم انخفض العقار قالك ما له دخل ترى بالبترول، الحين طيب ارتفع البترول له دخل ترى بالبترول، احنا معاه بالضبط. هذا الكلام موجود اي هذا بس اختلفت، يعني الحين لما كان يرتفع البترول في الماضي ايش كان عندك؟ السيوله تجي على الحكومه والحكومه تنفق وتدخل في واحده من الثنتين، يا سوق اسهم يا سوق عقار، والقطاع الاعمال عندنا مقفل. اليوم تغيرت السالفة، ما عاد في ذيك المعطيات والبيئة اللي كان يتخيلونها. طيب. تغيرت تمام الوضع اليوم، النزول اللي صاير من 2014 إلى 2018 بموجب أرقام وزارة العدل هو تقريبا نتحدث عن الثلث، أكثر من 30، بالتجاري يصل إلى 40%. الاختلاف اللي بين وزارة العدل بيانات فعلية صفقات فعلية، طبعا في بعضهم حتى يعني كثير من العقاريين وبعض الكتاب لو تقول له ادخل على موقع وزارة العدل طلع لي الرقم الفلاني او الصفقة الفلانية ما عرف يدبرها لا يمين ولا يسار. تجي وزارة الهيئة العامة للإحصاء
قامت بتطوير مؤشرات تخصها هي. ما هذا اللي انا ابغى اسال عنه. هنا 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 الفرق بين المعالجه اللي قامت فيها، قامت طبعا باستبعاد مثلا في اختلاف الاهم نقطتين. النقطه الاولى استبعدت الصفقات العليا، يعني مثلا تقول ابيع 1000 فله في الرياض، اغلى مثلا 10 فلل ابعدها، ارخص 10 فلل ابعدها، يعني اخذت على 80%. ممتاز. هذا سبب الاختلاف اللي بين. وطبعا غير الجانب الثاني اللي هو الاوزان النسبيه. الاوزان النسبيه مثلا صفقات الاراضي عندنا تشكل 90 الى 92% من صفقات السوق العقاريه. في المؤشر حق الرقم القياسي بالنسبه لهيئه الاحصاء لا يتجاوز 62%. هل فروقات؟ صحيح ان قد تقول واحد يقول لك مي كبيره او ما لا تمثل، انت لو تعالج البيانات تختلف النتائج. طيب. معك بشكل كلام عبد الحميد وكلام ايضا كثير من الناس في مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك انه لكن ما نزل العقار، انا بالشارع اشوف انه ما نزل العقار، هذا الكلام كيف تقدر تحسبه سعادة؟ والله طبعا من عام 2014 و2015 و2016 كان الخلاف انه فيه نزول، الناس تقول فيه نزول والعقاريين يقولون ما في نزول. الان الخلاف بنسب النزول، يعني خلاص الجميع متفق سواء بيانات وزاره العدل، بيانات هيئه الاحصاء، العقاريين انفسهم بعضهم طبعا، حتى اللي كانوا يجحدون انخفاض العقار ويراهنون على عدم انخفاض العقار، حتى الصحف نفس العقاريين برضه الان اعترفوا بالنزول، ولكن الاختلاف بنسب النزول. لذلك احنا الان توقعاتنا حتى يعني طبعا كلها اللي قلناها هذه كلها تثبت النزول وايضا الواقع، وكل المشاهدين طبعا كل واحد يشوف اللي حوله عنده ارض عنده بيت، النزول واضح للجميع الان. طيب بس التطبيقات ما ترفع العقار؟ في ناس كثير الان يقول لك والله اللي قاعد يرفع العقار وجود تطبيقات عقاريه قاعده تقول انه السعر هنا ما نزل عن 1000 وهو بالواقع ب 700 فرضا وب 400 موجود. ان حتى التطبيقات انا الان مثلا عندك تطبيق مثلا تطبيق عقار، انا طبعا اكتب عن النزول بدون ما نذكر الاسم بس عشان ما يزعل معي، بس هو يعني في تطبيقات كثيره موجوده كتطبيقات، بس في احد التطبيقات اشهرها طبعا كثير يقولون شمال الرياض مثلا ما في نزول. انا بقول لك احصائياتهم اللي هو متوسطات 2015 الى 2017 شو اسمه، طبعا عندك حي العارض 25%، النرجس 18%، القيروان 15%، كل هذه نزول، الرمال 17%، الياسمين 13%. بس اصبر، هذا في التطبيق، هذا متوسطات الاسعار. بس اصبر، هذا في التطبيق، في التطبيق في الواقع اقل. في تعليق على هذه في الواقع اقل. اذا طلع في المنشن حقكم حقين ابو تلقيمه وقالوا وين ابن روح اشتري، هذه الاحياء شوفوا هنا موجوده، هذه موجوده كلها. اكتب عليهم يا عاد روح اشتري وقل فكنا من شرك، والله لو لفظتهم حصاله، بعضهم حصاله يمكن ما في جيبه يمكن 30 ريال ولكن يزعجني يقول لا قلنا وين طاحت ورني يا بشتريها، روح اشتري يا اخي فكني. اي الان ليش انت ما تشتري العقاري ما دامك تقول السوق الان يعني باقي بيرتفع لسه؟ او لا يشتري، وانا قلتها الاخ عادل قبل شوي وكنا نتكلم فيها في غرفه الانتظار. اليوم اللي النزول الهائل، انت تتكلم على 440 مليار ترى اللي كانت تداول السوق في 2014، انت اليوم تتكلم يلا تجيب 180، يعني تتكلم على نزول بال 60 الى 70% في الصفقات. تدري النزول هذا ترى ما هو بالناس اللي كانوا ينشطون السوق او يخفضونه، اللي كان ينشطه ويقويه هم العقاريين نفسهم كانوا يشترون. عشان كذا انا بوريك الجدول هذا اللي طالع من الاحصاء، نهاية الاحصاء. هذا اللي قاعد يقول لك النزول. هذا قصدك الاسعار؟ هذا اللي قاعد يصير فيه، يعني اللي قاعد يبين لك اللي قاعد يعني يقول لك هذه النسبة. مع انه بالواقع يعني الرجال اللي بيروح بيشتري طيب. صادق بيلقى بالواقع والله اسعار. انا اتكلم عن لا لا خليني اتكلم عن نرجس. انا بسالك الحين، اليوم الوسط العام في المجتمع ايش يتكلم عنه؟ عن انخفاض الايجارات. ايوه صحيح. الحين لو تروح تدخل على بيانات المؤشر الاخير الاسعار اللي هو التضخم، شوف البند حق تكلفه الاجار اللي عند هيئه الاحصاء طالع عندهم بالموجب نمو. بالموجب طيب. نمو. يعني طيب. عشان تعرف ترى يعني هذا لا يعني ما هو معناته انه والله بيانات الهيئه فيها مثلا خطا فادح لا، الخطا وارد وهذا امر يجب ان تعالجه وزاره الهيئه العامه للاحصاء. طيب هذا يجري ترى الى موضوع لكم انتم الاثنين تحديدا، يعني ترى العقاريين بعد عيال بلد، انتم قاعد تضرون الاقتصاد بالاسلوب اللي قاعد تتكلموا فيه. احنا ما عندنا مشكله، العقاري بيقول السنه الجايه بيرتفع العقار 1000%، خلوا يتكلم ما عندنا مشكله. احنا نبي نتكلم عن الواقع واللي صاير. لا بيقول اللي يبغى حتى
يعني حتى توقعات طبعا كثير منهم ما يتوقع يتمنى يعني بالنسبة لارتفاع الأسعار، حتى أنهم وصلوا أنه أحد العقاريين مثلا يتكلم عن أن 75% يعني هذا يتكلم عن صندوق العقاري يتكلم أنهم يرغبون بشراء المسكن الجاهز. بعده بأسبوعين أعلن رئيس المشرف العام على صندوق العقاري أن 80% يرغبون بالمبنى الذاتي. يعني شوف كيف، يعني وش اللي جاب 75% يرغبون شراء ومدير الصندوق يقول لك من البيانات اللي عنده أن 80% يرغبون بها ذاتي. طيب أنا بعطيكم شغلة ثانية بعد نشوف فيها الآراء ونقيس من خلالها. أعطوني التغريدات يا شباب اللي موجودة عندنا اللي اخترنا بعضها. أنا عندي أرض تجارية مساحتها 450 على شارع 60، كنت عرضة لإيجار 25,000 والآن معروضة 13,000. لا نكذب على بعض، نازلة وبقوة توثيق انخفاض العقار. هذا هاشتاج للناس كلهم يشاركون فيه الفترة هذه. صحيح. الهبوط 1.5 قليل جدا جدا، يعني ما تغير شيء، لأن الفرق بسيط تقريبا من 5,000 إلى 15,000 ريال فقط نزول من قيمة العقار. 1.5% يعني فيلا سعرها 1,200,000 نقص سعرها 18,000 بس، مع كمية المعروض مقابل الجمود الحالي وحالة الترقب نسبة لا تذكر أبدا. التغريدة اللي بعدها يا شباب، ما حدث من نزول وهبوط العقار وأسعاره كان كمية التركيز والضغط على تجار العقار وفرض الرسوم، فرض رسوم الأراضي اللي أصلا إحنا مختلفين أصلا على الرسوم بشكلها الحالي. أي هبوط ويبطيخ ما تغير شيء عندنا، هذه الحسابات اللي أنتم تعرفونها. لا لا جدا، أنا بالعكس يعني التغريدات هذه على فكرة ترى سواء كان ضد أو كان معه هو يعني يثري بصراحة، وعلى أساس كذا أنا بالعكس، أنا كل ما زادوا المتذمرين من العقاريين عندي في المنشن والله العظيم شوف أقسم بالله العظيم إني أنا أنتعش. ليه؟ إيه؟ معناته هذا الكلام ما كان يحدث في 2014-2015 أصلا، ما كان مطنشيننا. اليوم لا واضح، شوف ما جاء تويتر وفتح، تدري إن في بعض الحسابات ينام ويصحى على حساب عبد الحميد العمري، واحد ثاني ينام ويصحى على حساب عادل، واحد ثاني مسنتر ساكن في عند برجس، واحد عند عسكر الميموني. هذولا ترى أنا بالنسبة لي متعة، أشغلت يومه 24 ساعة ينام 6 ساعات 18 ساعة يقوم يشوف فلان وفلان وفلان. طيب. هذه نقطة يعني. بس أنتوا عبد الحميد مظلومين العقار، مظلومين سوق العقار. في نقطة أنت ذكرتها وهي هذه غير صحيحة، أنك تقول أنه يضر العقاريين اللي يضر الاقتصاد، هذا الكلام غير صحيح. هذا اللي أقولك، الاقتصاد في وادي والعقاريين في وادي، بالعكس اللي يحدث من العقاريين الحين لما ترفع تكلفة الأراضي وترفع الأجارات ينعش الاقتصاد ويحفز النمو ولا العكس؟ لا العكس. العكس. أنا بالتالي أنا لما عندي مشروع أنا بأسس شركة وبشتري أراضي وبأوظف وتكلفة، يعني أحد المستشفيات وأنا واقف عليه هذا في بزنس مستشفى 77% من تكلفة شراء المستشفى كانت تكلفة الأرض. راعي اللي باع استشاري قال أنا كنت مركز وأدري أحس بأن البيع بيصير على الكفاءات والأجهزة اللي أنا جايبها، طلعت الأرض اللي أنا شاريها من ذو مفضي هي اللي جابت، يقول لو دريت ما بنيت مستشفى قعدت على ذي وبعتها. هذا السؤال أنه العقاري أنت لا تأخذ، لازم نركز على النقطة هذه. العقاري اللي رفع الأسعار وتلاعب الأسعار واحتكر الأراضي و هذا هو اللي أضر البلد وأضر الاقتصاد وأضر المجتمع، ما فيها شك. لأنه تفضل. بس يجب أن يعلم الجميع وأولهم العقاريين أن رؤية 2030 والتحول الوطني 2020 أنه الآن يقيم وزير الإسكان وزارة الإسكان على تخفيض العقار من 2017 إلى 2020. هذا كلام وين؟ 58%. هذا كلام وين؟ هذا كلام طال عمرك وزير الإسكان بيناير 2017 أعلن بتصريح بالقناة السعودية. وش يقول هدفنا في وزارة الإسكان في 2020 أن تكون قيمة المسكن هي كامل دخل المواطن لخمس سنوات، ونهبط من مكرر 12 حاليا إلى مكرر 5، أي انخفاض قيمة المسكن 58.3%. حلو. وبما أن متوسط الدخل 7372، هذا على كلام هيئة الإحصاء، هذا متوسط الدخل السعودي، فإن القيمة المناسبة للمسكن هي 422,000. طبعا هذه كتبها الأستاذ عبد الحميد الأسبوع الماضي، 422,000 هذه قيمة المسكن المناسب. وهذه راح يقيم عليها وزير الإسكان يعني إلى 2020 راح تكون هدف. إذا ما وصلنا للرقم هذا يعتبر فاشل وزارة الإسكان. في عقار 422,000 الآن؟ في عقار ذا عمرك، فيه بثادق الآن موجودي. لا خلنا بقول في بثادق 500 متر ب200,000 ريال وأقساط. أبغى الرياض وجدة. لا حنا طبعا عندنا مساحات شاسعة، ما حنا مثلا لا ما وصلنا على الرياض. بس يعني أنا أقول ليش الرياض وصل يا حبيبي إلى 1,200,000 و3,000,000 أرض فلات مساحتها 350 و370 وفلل صغيرة واصلة إلى 1,000,000 و200,000.
ليش؟ وين الإسكان عنها؟ والآن وزارة الإسكان لما الناس تكلم وطلع مقطع صوتي، طلع مقطع صوتي 4 دقائق يمكن أوصلكم إيه؟ اللي يقول إنه العقار بيصير فيه وبنتظرين الحج وكذا، حقت هيئة العقار، هيئة العقار راحت وغردت قالت أبدا نفس. ولا نفكر كيف بينزل العقار وهيئة العقار يا أخي إسكان. حنا أنا لي أنا وعادل والشباب لنا سنة إيه؟ نسأل وزارة الإسكان كم نسبة الإنجاز الفعلي من منتجات سكن، ما حد رد علينا ولن يردون بعد ولن يرد لأن هذا إعلان فشل. ما كلامك هذا تقولي الإسكان الآن يقول هذا الكلام، أنا أقولك جميل وإن شاء الله يا رب توصل 422 عشان الناس كلهم يسكنون وما يحتاجون أيضا حتى شغل وزارة الإسكان، لكن الفكرة أن وزارة الإسكان وهيئة العقار الآن تحركت هيئة العقار بتسجيل صوتي لواحد مجهول ما نعرفه، وأنا كنت بستضيفهم هنا بس عرفت إنه ما شوف ترى المسألة يعني أنا هالكلام هذا نصيحة لوزارة الإسكان ولهيئة العقار ولكل الأجهزة اللي تتبع له والصندوق، ترى اليوم ما عادت السالفة زي أول يا جماعة الخير إنه والله صار فيه رد فعل من الجمهور من الإعلام عليك يا الجهاز، يقوم يطلع الوزير أو المتحدث الرسمي يسكتني بفيلمين مدري بتصريحين ويلحقها بغاني وطنية، هالكلام راح زمانه يا حبيبي. اليوم في جهاز مباشرة يتبع رئيس ولي العهد وتقاريره ترفع إلى الملك اللي هو جهاز أداء قياس الأداء للأجهزة العامة، ربع سنوي تقارير تطلع عن أدائك يا أخي العظيم يا أخي العزيز في أي وزارة إن كنت، يعني لا تحسب المسألة أنه والله أنا ببل في العالم بكم حملة أبى أطلعهم في مول كذا وأصور مثلا زي برنامج سكني لما جت المشكلة اللي بينهم وزارة الإسكان وبين صاير إعلانات تجارية أنا عورت وزارة كم رسالة اليوم وصلتني من سكني في يمكن 20 رسالة تجيني كل أسبوع والله شوف احنا ما المسألة المسألة ما هي شوف المسألة ما هي بانتقاد فقط لوزارة الإسكان، اقسم بالله العظيم كلنا جميعا متفقين انه اتمنى لهالوزاره انها تنجح وهذا طبعا. امر كله. ما حد يشك فيه كله. يعني اليوم حنا عندنا وجعين مهمه جدا يجب ان يعني نقصوا على من يقوم عليها اذا قصر اللي هي موضوع البطاله وموضوع السكن، البطاله اللي تمس الشباب والسكن اللي تمر ارباب الاسر، اذا هالثنتين فشلت فيها او تاخرت بواحد في المية تاكد تماما ستجد يعني مراره في النقد. طيب ما هو انت الان ما انت مثلا والله تاخرت في تنفيذ كوبري مع انه يعني مهم، لكن بالاخير لكن انت تتكلم على مجتمع مصيره مربوط في عملك سواء كنت وزاره العمل او وزاره الاسكان. طيب خليني بس عادل اخيرا في 2018 الى وين متجه العقار؟ والله التوقعات بنزول وحنا نطمح انه للكلام اللي قاله الوزير اللي هو الوزير يقول ب 2020 راح يكون مكرر 5 سنوات دخل يعني اللي هو 442 قيمة المسكن، ولكن في نقطة إذا في وقت عن الأراضي البيضاء طبعا رؤية 2030 تدعو للشفافية، ونحن الآن نسأل وزارة الأسكان طبعا الأراضي البيضاء 411 مليون والرسوم حسب كلام جريدة الرياض 3.5 مليار، هذا يعني أن متوسط متر الأرض بالمدن الرئيسية 340 ريال، وبعد خصم 33% من الأراضي كخدمات سيكون سعر المتر 507 ريال حلو، وإذا أضفنا عليها 150 ريال اللي هي خدمات تصبح التكلفة النهائية كمتوسط 657 ريال بالمدن الرئيسية الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة. الأسعار الفلكية اللي نشوفها الآن وش هي؟ أي ليش؟ لذلك الآن ودنا نتأكد من وزارة الأسكان نبي المساحة مساحة الأراضي البيضاء وأيضا كم قيمة شو اسمه، لأن حنا الآن نبغى نشتري على تقييم وزارة الأسكان للأراضي البيضاء. ممتاز. هذا اللي نبغاه. تقييم الوزارة يمكن هذا يمكن هذا أساس يمكن هذا أساس إن الأراضي الخام. الخامي إيه هذا الأراضي هو قالك لما تتطور الآن والله مشكلة التكلفة النهائية بعد التطوير وبعد بعد الخصم 657 ريال بالمدن الرئيسية إذا كانت 3.5 مليار. بالأخير عبد الحميد يمكن ما يبغى يتكلم عن الإسكان كثير بس أنا يعني أبغى منك كلمة أخيرة لوزارة الإسكان عشان بس نشوف الوزارة وين رايحة وأيضا الصندوق اللي أنا واحد من زملائي اليوم بالصندوق يقول والله الكل اللي كانوا عند مدير الصندوق كلهم معهم أحكام قضائية يقول لك نفذ الحكم أكثر يعني من 6000 نفذ الحكم يا حبيبي عطني حد القرض إيه؟ طيب حنا الحين شوف بالنسبة لوزارة الإسكان شوف كم مناسبة وكم اتفاقية وكم إعلان طلع وزارة الإسكان القطاع الخاص اللي هم المطورين هذا تلقاها دفتر أبو ألف أبو ألف صفحة ما عندهم بالضبط. طيب أوكي كم شيء بينك وزارة الإسكان وبين الناس صار إن كان تصريح من وزير الإسكان إن كان من المتحدث الرسمي إن كان تغريدة اللهم يردون على استفسارات الناس بطريقة
يعني يجون يسألوني اليوم، يسألون الناس أنا جاني أرض وما جاء، أنا إيش دخلني أنا؟ أنا مجرد مراقب كاتب. يا أخي أنت حمار نفسي يعني. يعني لا لا أنا أتكلم، أنا بالعكس أنا أقدر الناس يعني وهمومهم، لكن المشكلة هذه هذا دور وزارة الإسكان. ما هو دور وزارة الإسكان صح. بدال ما تطبطب على المطورين وعلى ظهور العقاريين وعلى ملاك الأراضي، يا أخي انظر للمسألة، ترى وراك تقييم، إذا ما نجحت فيه ما عليك من تغريداتي ولا من كتاباتي ولا أي عادل ولا غيره. انت ركز على شغلك، والله العظيم تحرجني وتحرج غيري. صحيح. بالتالي انا اعتقد ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب ان نراهن على وزاره الاسكان، ان شاء الله ان وزاره الاسكان ترد عليكم وترد علينا ويظهر معنا وزير الاسكان. وزير الاسكان ما ظهر لنا في برنامج واحد وبعدين ما عاد شفنا اي تصريح في اضافه، بس اضافه بسيطه جدا. النزول اللي تكلم عنه عادل ترى رغما عن انف الجميع، يعني العرض والطلب، يعني ما عاد هي بمساله انه والله كيف الحين النزول نازل نازل ليش؟ بسبب انه عوامل اقتصاديه بحته. اليوم السيولة قاعدة تنزل، الإصلاحات اللي في البلد قاعدة تسوي إعادة هيكلة وبناء جديد للبلد، فأنت اليوم تتكلم عن رحيل أجانب، تتكلم على إصلاحات، فتح فرص استثمار، استثمار تخزين ثروة في أرض، هذه أحلم يجب أن يكون هذا كبير. فكر في الواق واق ولا تفكر في الرياض، أنك ولا في جدة بتقول لي بحطها في أرض. الله ينزل عقار لصالح الناس. أكيد. أنا شاكر لكم مقدر عبد الحميد العمري، شكرا لك سيدنا العزيز عبد الحميد. يسلم عليك، شكرا لك سيدي. الله يحفظك. شكرا لك عادل، شكرا جيدك. الله يحفظك. مشكورين.